نحن الصراحه ننظر نظره ايجابيه كبيره بوجود ودخول بي بي البريطانيه بحيث انها تكون احد المساهمين في شركه اتكو. اه بي بي شركه كانت اه سابقا في 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 اتكو واليوم ترجع مره ثانيه. اه ننظر لها الى أن اه بي بي البريطانيه بالاضافه الى اه الشركاء الحاليين اللي هم توتال الفرنسيه و اليابانية والجي إس الكورية بالإضافة إلى المساهم الأكبر اللي هي أدنوك كشريك في في, في أتكو الجميع راح يساهمون بمساهمات كبيرة. بي بي كونها شركه عالميه وتشتغل في دول كبيره حول العالم آه عندها تراكمات وعندها آه تقنيات كثيره وعندها خبره في هذا المجال في 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 في, في النفط والغاز ونحن ننظر الى هذا ايجابيا بحيث انه راح نتحصل على تقنيات كثيره نتحصل على خبرات نتحصل على اساليب اداره وعمل فيما يختص باداره المكامن واستخراج النفط والغاز ومعالجته